رن هاتف عايدة في الثانية صبحا. كان المتصل يبلغها بأن الشرطة اكتشفت جثة رجل مقطعة في غابة بمدخل الدار البيضاء. رأت عايدة أنها أمام سبق صحفي يجب ألا تفوته. انتقلت إلى المكان، لم تحصل على شيء، ولكنها تبعت سيارة الإسعاف التي حملت الجثة إلى المشرحة. هناك علمت أشياء عن صاحب الجثة. ملفات بوليسية، قصص من ملفات الشرطة المغربية، كتبها الأستاذ عبد اللطيف بوحموش، صاغها للإذاعة ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. ملفات بوليسية، القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا للأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. ملفات بوليسية. الصحفية ولغز الجثة المقطعة، الحلقة الأولى. في العام 2006 لما حصلت عايدة الخمار على شهادة البكالوريا، التحقت بكلية الحقوق في سطات. أمضت عاما دراسيا كاملا تتنقل بين الكلية ومدينتها خريبكا. كانت مواظبة لا تفوت أيا من الدروس والمحاضرات، ولكنها لم تكن تخفي الصعوبة التي تلاقيها للاندماج في محيطها الجديد. وهكذا بنهاية السنة الدراسية قررت التوجه وجهة أخرى. اختارت الالتحاق بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، وقد تسنى لها ذلك بعد أن اجتازت المباراة بنجاح. وعكس ما واجهته في كلية الحقوق بسطات من صعوبات في التأقلم، فإنها استطاعت وفي ظرف وجيز أن تنسج شبكة من العلاقات مع زميلاتها وزملائها في المعهد. وفي سياق الدروس التي كانت تتلقاها، كان الأساتذة يوكلون إليها كما إلى باقي زملائها إعداد تقارير وإنجاز استطلاعات ميدانية حول حوادث آنية وأخرى تشكل حلقات متميزة في تاريخ المغرب. ولم تغب عن المواضيع التي تناولتها تلك التي تتعلق بالميدان الرياضي. كانت عايدة الخمار تجد سعادة في القيام بتلك الاستطلاعات، وكان يزيد من حماسها وإقبالها على الاجتهاد الاستحسان الذي كانت تلاقيه من قبل أساتذتها. سريعة مرت السنوات الأربع التي أمضتها في المعهد العالي للإعلام والاتصال. وعندما تخرجت التحقت عايدة بصحيفة يومية هي من كبريات الصحف الوطنية. كان عليها أن تمضي فترة تدريب من سنة قبل أن يتم تثبيتها في وظيفتها. خلال تلك السنة تولى تأطيرها أحد الصحفيين المرموقين، وقد لمس لدى الشابة ميلا نحو الاستطلاعات الميدانية. كانت تتميز عن الآخرين بأسلوب يجعل القارئ يسافر في عمق وتفاصيل الحدث. كانت تستهويها تلك القضايا الجنائية، حيث يجتمع الغريب من السلوك والنصب والاحتيال والانتقام والقتل في صوره الأكثر بشاعة. كانت تجد عبر تلك القضايا طريقها لاستكشاف كل متناقضات المجتمع. بعد أن انقضت سنة التدريب تم تثبيتها في وظيفتها وعينت مساعدة للمسؤول عن صفحة الحوادث. كانت تبحث عن الخبر والمعلومة بحماس كبير يكاد يشبه الاندفاع الأعمى، وقد استطاعت أن تكون شبكة من العلاقات التي تتيح لها الوصول إلى الخبر وإلى التفاصيل. كذلك أقامت علاقات مع عدد من المسؤولين الأمنيين وكتاب الضبط في المحاكم، دون أن تغفل الكتاب العموميين وكل من قد يكون مصدرا جيدا للمعلومة. في الثانية صباحا من السابع من شتنبر من العام 2011 أيقظتها رنات هاتفها. ردت بآلية وبصوت غلبت عليه بحة. كان المتصل أحد المتعاونين معها. أبلغها باكتشاف جثة رجل مقطعة في الغابة بمدخل الدار البيضاء.
قال لها إن الشرطة القضائية توجد في عين المكان تحاول العثور على أدلة وآثار تساعد في فك لغز الجثة المقطعة. ارتدت ملابسها بسرعة وحملت آلتي التصوير والتسجيل وركبت سيارتها وانطلقت مسرعة. بعد ربع ساعة كانت هناك. كانت الشرطة تقيم حاجزا لمنع دخول الفضوليين وكل شخص لا ينتمي إلى الشرطة إلى المحيط الذي اكتشفت به الجثة. كان العميد المكلف بالمعاينة يسهر شخصيا على منع كل تسلل. صادفت في المكان أحد مفتشي الشرطة سبق لها أن تعرفت عليه، وقد مكنها من الوصول إلى أقرب نقطة مسموح بالوصول إليها، ولكنه لم يقدم لها أي معلومة خشية أن يؤثر ذلك على مجرى التحقيق. كانت تريد الوصول إلى معرفة الذي حدث. في تلك الأثناء وصلت سيارة إسعاف لنقل الجثة المقطعة إلى المستودع البلدي للأموات لوضعها رهن إشارة الطب الشرعي. ترصدت سيارة الإسعاف ولما تحركت تبعتها بسيارتها. كانت تعرف حارس المستودع البلدي للأموات الذي زودها بمعلومات مثيرة، فقد علمت منها أن الجثة تعود لرجل فوق 50 من العمر، وأنها قطعت إلى 3 مجموعات: الرأس والجذع والأطراف. عدا هذه المعلومات فقد تمكنت من الحصول على توضيحات أخرى من أحد العاملين في المشرحة. قال لها إن صاحب الجثة كان يحمل أوشاما على ذراعيه توحي بأنه بحار، وأن ملابسه كانت تحمل آثار مخدر الشيرة. علمت عايدة أيضا أن أثر نشارة خشب وجدت في أماكن تقطيع الجثة. بالنسبة للصحفية الشابة فإن ما ظفرت به من معلومات يعد صيدا ثمينا. كانت الساعة تشير إلى 4:15 صبحا. اتصلت بمطبعة الجريدة، علمت أن الصفحة الأولى لم تطبع بعد. اتصلت برئيس التحرير، اعتذرت عن إزعاجه في تلك الساعة المبكرة وأبلغته بالخبر الذي حصلت عليه. وافق على أن ينشر الخبر في الصفحة الأولى كعنوان على أن ينشر ما لديها من معلومات في صفحة الحوادث. توجهت رأسا إلى المطبعة، صاغت عنوانا لمقالها، كتبت: الدار البيضاء، جثة بحار مقطعة في الغابة، الجريمة مرتبطة بتهريب المخدرات. في صفحة الحوادث أدرج المقال القصير الذي تضمن المعلومات التي حصلت عليها في المستودع البلدي للأموات من الحارس ومن أحد الموظفين هناك. بالنسبة لعايدة فإن السبق الصحفي الذي حصلت عليه لن يلبث أن يفعل مفعوله. عادت الصحفية الشابة إلى منزلها، حاولت أن تنام ساعتين قبل الالتحاق بالجريدة، حاولت عبثا، فقد لازمتها قضية الجثة المقطعة. كانت تحاول تحديد الجهات التي تستطيع أن تعول عليها للحصول على معلومات أوفى. في الصباح في ولاية أمن الدار البيضاء كان العميد رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية يتصفح الجرائد الصادرة ذلك اليوم، وفجأة قطب جبينه. في الصفحة الأولى من الجريدة التي تعمل بها عايدة وبالبنط العريض على 6 أعمدة عنوان بارز: الدار البيضاء، جثة بحار مقطعة في الغابة، الجريمة مرتبطة بتهريب المخدرات. التفاصيل في صفحة الحوادث. سريعا قلب العميد الصفحات إلى أن وصل إلى صفحة الحوادث التي كان يحيل عليها العنوان البارز. في بضعة أسطر معلومات حول الجثة والآثار التي تحملها، معلومات لها من الدقة ما استدعى غضب العميد. كانت تلك المعلومات تكاد تتطابق مع ما تضمنه التقرير الأولي حول الجثة المقطعة، ولكن الذي أثار انتباه العميد رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية أن العنوان استبق الأحداث وأقام صلة لم تكن مثبتة بعد بين القتل وتقطيع الجثة وتهريب المخدرات. استدعى العميد المكلف بالبحث وعلم منه أن تلك الصحافية الشابة وصلت إلى المكان وقتا قصيرا بعد وصوله، وأنه تحاشى منعها من الاقتراب من مسرح الجريمة، وأنه لم يقدم لها أي معلومة. مضى العميد إلى أن تلك الصحفية معروفة بجرأتها وأنها شابة مغامرة.
عقب رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأن اندفاعها قد يكلفها ثمنا باهظا، فالجثة المقطعة توحي بأن الأمر يتعلق بتصفية حسابات، وما نشرته صباح اليوم فيه خلاصات متسرعة. كانت الساعة تشير إلى 9:30 صباحا عندما رن الهاتف في مكتب عايدة الخمار. كان المتصل رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بدت وكأنها تتوقع اتصالا من الشرطة. طلب منها العميد معرفة المصادر التي استقت منها معلوماتها. ردت بتلقائية أنها ملتزمة بالتكتم على مصادرها، لم تكن ترغب في قطع الصلة برجال الأمن، وأردفت أنها مع ذلك مستعدة للتعاون مع الباحثين إذا ما كان تعاونها مفيدا. أنهى العميد مكالمته بأن وعدها بتزويدها بالمعلومات الصالحة للنشر والتي لا تعيق مجرى التحقيق. باقتراب 1 ظهرا غادرت عايدة مقر الجريدة. كانت تقصد مطعما على بعد 4 شوارع تعودت على الالتقاء فيه بعدد من زملائها. لاحظت أن سيارة يمتطيها 2 تتبعها. أصابها رعب شديد. غدا نكمل القصة. ملفات بوليسية.